باسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمته وبركته ورحمته الآن وكل أوان وإلى ظهر الدهور كلها أمين. المصلوب والصليب، مين هو المصلوب ده وعمل لنا إيه وإيه هو مفهوم الصليب؟ سؤال مهم جدا لكل إنسان سواء كبير أو صغير. Das Kreuz für uns, das ist eine sehr wichtige Frage für jeder von uns, egal groß, alt oder klein, weil das ist, wir sind heute nicht nur gekommen, um zu feiern, wir sind auch hier, um einfach von diesem gekreuzigt und vom Kreuz auch näher zu kommen. Und die Wahrheit ist, dass Gott hatte uns einfach das beibringt. Ist das Allah so, schon im Alten Testament hat Gott gesprochen mit uns durch Propheten und durch Symbole und durch Geschichten über diesen gekreuzigten Mensch. Und einer dieser Prophezeiungen wäre eine, die Jakob gesagt hat. Genau direkt vor er gestorben ist, hat er seine 12 Söhne um ihn geholt und hat jeder von seinen Söhnen eine Prophezeiung einfach gesagt. Und dann kam er zu Yahuza, einer seiner Söhne, und aus Yahuzas Söhne kam einfach am Ende Jesus, aber er hat ihm diese Prophezeiung auch am Ende gesagt. Er hat ihm gesagt, يدك على قفا أعدائك يسجد لك بنو أبيك يهوذا جرو أسد من فريسة صعدت يا ابني جت وربض كأسد وكلبوة من ينهضه لا يذول قديم من يهوذا ولا مشترع من بين رجليه حتى يأتي شيلون وله يكون خضوع شعوب رابطا بالكرمة جحشك وبالجفن إبن آتاك غسل بالخمر لباسه وبمن العنب ثوبه وسود العينين من الخمر ومبيض الأسنان من اللبن. تعالوا نبص للنبوة دي تاني ونشوف هو كان يعقوب شايف ايه. يكلم يهوذا كده وبيقول يهوذا اياك يحمد اخواتك. يحمد يعني يشكرك اخواتك. يهوذا ما عملش حاجة خالص لاخواتك. Seine Brüder werden dir einfach danken und so. Aber Juda hat nichts zu deinen Brüdern gemacht. Aber der von seinem Stamm gekommen ist, der hat für seine Söhne gemacht. Jesus ist vom Stamm Judas gekommen. Und der hat auch sein Esel mitgebracht am Palmsonntag. Und er ist auch derjenige, المسيح ده أخونا الكبير أخونا البكر عشان كده هيعمل لنا حاجات ينبغي لينا إن احنا نشكره Und er hat schon für uns so viele Sachen gemacht, für die wir ihn danken sollen. Was ist die erste Sache, die Jesus, unser großer Bruder, für uns gemacht hat? Er sagt, deine Hand hast du am Genick deiner Feinde. Jesus hat einfach den Feind einfach geholt und einfach ihn, wie gesagt, was sind aber unsere Feinde? Erstmal unsere Sünden, zweitens der Tod, selbst das Tod und drittens der Teufel. Jesus hat diese drei Sachen لما واحد يمسك من قفا يعني انا غلبتك انا مسكتك
Das bedeutet, er hat diese drei Sachen besiegt. Die uns gefangen hatte, er hat sie am Kreuz auch besiegt. ولغى سلطان الخطية ولغى نتائج الخطية بغفرانه اللي قدمه لنا على الصليب. وعلى الصليب أيضا المسيح جاب الموت وانتصر عليه بالموت. داس الموت, الموت ده اللي كلنا بنخاف منه وبنترعب منه. المسيح جاب الموت ده من أفاه. Gott hat ihn besiegt. وتالت واحد الشيطان اللي أشهره فضحه جهارا ظافرا به في الصليب. عشان كده المسيح ده هو اللي غلب الأعداء بتاعتنا, عشان كده نقدر إن احنا نحمده فعلا. واللي هيجي النهاردة من غير ما يحمد المسيح ويشكره, الإنسان ده لسه ما شافش وما عرفش وما تمتعش بعمل المسيح. يسجد لك بنو أبيك. إخوات يهوذا ما سجدوش ليه فعليا, لكن احنا كلنا نسجد لرب المجد المسيح ونسجد قدام صليبه المحب. يهوذا جرو أسد, جرو أسد يعني أسد صغير, ما هوش عجوز. عشان كده المسيح أيضا لما صلب في شبابه جرو أسد. So من فريسة صعدت يا ابني. Er wurde jung gekreuzigt. والمسيح افترس الفريسة بتاعته. فريسة بتاعته اللي هم الأعداء بتوعنا, الخطية والموت والشيطان, افترسهم في الصليب. جسى وربض كلبوة. Kauert, liegt من da wie ein ينهضه Löwe, wie eine Löwe. جثة Wer bringt sie zum Aufstehen? لقوها في الترجمة الانجليش stretched out يعني اتمطع. Kauert, لما تلاحظوا الأسد قبل ما يقعد ويرقد على الأرض يمد إيديه الاثنين اللي قدامه ويرجع رجليه الاثنين اللي ورا لورا, يتمطع وبعد كده يرقد ومحدش يقدر يقول له قوم من مكانك. المسيح ده اللي عمله على الصليب, فرد نفسه على الصليب, اتمطع على الصليب, مد ايديه ورجليه وفرد نفسه ورقد وركض على الصليب, ومحدش يقدر يقومه, محدش يقدر يقومه من على الصليب, محدش يقدر يقول له ده مش مكانك, محدش يقدر ينكر الصليب, لأن الصليب مكان المسيح ده سيظل علامة مهما كانت المقاومة, محدش يقدر ينهضه من هذا المكان إطلاقا. محدش يقدر يقول للأسد قوم اتزاح. فالمسيح يتمطع على الصليب. والواحد لما بيتمطع وينام بالراحة بتاعته عشان يستريح. إذا كنا بننظر للصليب إن الصليب ده ألم وتعب وشقاء وعار وفضيحة, لكن في واقع الأمر الصليب ده كان مكان راحة المسيح, المكان اللي المسيح ارتاح عليه. وآخر كلمة قالها عليه قد أكمل بالضبط, لما أكمل الله عمله في الخليقة كلها وجي في اليوم السابع اللي استراح, قال قد أكمل, أكمل كل عمله. فالصليب هو مكان راحة المسيح. لا يذول قضيب
من يهوذا ومشترع من بين رجليه من بين رجليه يعني من نسله والقضيب ده رمز الحكم او الاراده او السلطان وانتوا عارفين ان مملكه يهوذا شعب الله كان الملك بتاعهم من سبط يهوذا باستمرار من اول ما داود ملك داود ايضا من سبط يهوذا وسليمان وهكذا وكان من اولاد داود بيجلسوا على كرسي الملك وفي ايديهم القضيب بتاع الملك وبعدين يعقوب كده ربنا كشف له بعين النبوة انت المسيح ده يجي والمسيح ده هيجي ايه قال لما يزول قضيب من يهوذا يعني لما يهوذا ما يملكش نفسه Das wird erst sein, wenn Juda nicht ومشترع mehr regiert, Juda يعني واضع شريعة ما هو الوالي أو الحاكم هو اللي بيحط القانون وهو اللي بيحط الشريعة حتى يأتي شيلون كلمة شيلون معناها بالعبرية مانح الراحة قال كده لما يبقى مفيش ملك من يهوذا ومفيش والي من يهوذا يجي شيلون مانح الراحة اللي يريح الخليقة كلها والبشرية كلها وده تم حرفيا لما ما بقاش في ملك على يهوذا بعد السبت لكن كان في والي زي زروبابل وزي نحنيا الوالي كان بيحط الشريعة وفضل الزمن ده محجوز لحد ما بقاش لا ملك ولا والي من يهوذا يملك على يهوذا لكن المسيح جاء في زمن هيرودس الملك هيرودس ده أدوم مش من شعب الله قال لما يبطل يهوذا يحكم نفسه بنفسه هيجي مانح الراحة فجه المسيح في هذا الزمن لما راح الملك والاشتراع من يهوذا كأن ربنا عايز يقول لنا كده أنا مش هرتاح وانت مش هترتاح إلا لما تكف عن إنك تحكم نفسك بنفسك وتمشي اللي في دماغك وتحط لنفسك شريعة أو آراء أو قوانين أو مزاج أو حاجة خاصة لا يمكن هترتاح مش هتتمتع بالراحة إلا من مانح الراحة لما تخف عن ذاتك وتمشي ورا دماغك ورا اللي انت شايفه ورا اللي انت بتقوله مانح الراحة ده هو في الصليب مانح الراحة ده يسوع المصلوب هو اللي يقدر يريحنا وهو اللي ريحنا فعلا في صليبه وله يكون خضوع شعوب المسيح ده هو شيلون اللي كل الشعوب خضعت لي رابضا بالكرمة جحشه وبالجفنة ابن أتانه لما دخل يملك على أورشليم في أحد الشعانين والكرمة والجفنة دول إشارة إلى كنيسته سواء كنيسة العهد القديم أو كنيسة العهد الجديد غسل بالخمر لباسه خمر ده لون الدم ثيابه كلها تلطخت بالدم بتاعه بس احنا لما الواحد فينا يتعور ويخر دم ويجي الدم عليه يقول لك هدومي توسخت بس دم المسيح ما بيوسخش دم المسيح بيعمل ايه بيغسل بينظف ده اللي خرج لنا من جنبه المطعون علشان ينضفنا واحنا بقينا جسده غسل بالخمر ثوبه
مسود العينين وبدم العنب غسل بالخمر لباسه وبدم العنب العنب ملوش دم لكن يقصد به بإشارة إلى العهد الجديد إن عصير العنب ده يخرج منه دم من مسود العينين من الخمر ومبيض الأسنان sein Blut wird, das ist in unserer Gottesdienst. العينين القوية اللي لسه شباب اللي لسه ما جاش عليها مية بيضة ما بقاش الإنسان يشوف كويس. Also dass man erst noch jung ist und nicht wirklich gut sehen kann. قوة ونضارة الحياة دي لحت جزين هات. وفي نبوة أخرى هنسمعها حاليا دلوقتي بلحن كبير جدا بنقوله في صلاة الساعة الثانية عشر اللي هي قمة يوم الجمعة العظيمة لحن بيك ثرونوس أو كرسيك يا الله أو عرشك يا الله إلى ظهر الدهور قضيب الاستقامة هو قضيب ملكك المر والميعة والسليخة هي ثيابك. في لحن طويل وجميل الكنيسة بترنم بيه المسيح المتوج على الصليب وتبص للصليب كده وبتقول على الصليب ده هو عرشك يا الله auf dem Kreuz und sagen Jesus, صليب اللي كان رمز للعار والألم صار عرشاً لله كرسي الله والعرش والكرسي ده اللي الملك بيستريح عليه وبيحكم من خلاله الصليب ده هو كرسي الله عرش الله. مزمور ده مزمور 45 مزمور مسياني بيتكلم عن المسيح فداود كده شاف بعين النبوة ان ربنا ليه كرسي ليه عرش والعرش ده الى ظهر الدهور لا ينتهي عشان كده الصليب بتاعنا ده لا يمكن انه ينتهي لأنه عرش الله الأبدي قضيب الاستقامة كل ملك يدوله قضيب أو يدوله صولجان العصا اللي في إيد الملك دي تعني عدة أشياء أول حاجة إن ليه سلطان ثاني حاجة تعني إنه يرعى رعيته بهذا القضيب ثالث حاجة إنه من حقه إنه يقدس بهذه العصا. والصليب ده هو قضيب ملك الله هو صولجان الله عشان كده قال له قضيب الاستقامة هو قضيب ملكك. Für alle diese Sachen und die وبعدين يقول ثلاث حاجات المر والميعة والسليخة من ثيابك يا ريت والمزمور ده بيتقال مش ان احنا ننام او ننعس او نتكلم مع بعض او ننشغل بأي حاجة او دول طولوا ولا دول بيقولوا حلو ولا بيقولوا وحش لكن نفهم ايه معنى الكلام ثلاث حاجات بقوم ثياب المسيح المر والميعة والسليخ المر ده نبات عطري يتميز بعدة حاجات أولا طعمه لاذع جدا مر جدا لكن ريحته جميلة ورائعة للغاية والمر ده اللي تقدم للمسيح لما اتولد والمر ده اللي جابه يوسف ونيقوديموس عشان يكفنه المسيح المر شجرة المر دي لوحديها كده تقطر العصير بتاعها
العصير بتاعها كده ينزل من الشجرة تنزل قطرة قطرة ولو اتجرحت الشجرة دي تنزل عصير كتير برائحة رائعة. المسيح حصل له كده. كل ضربة وكل ألم وكل جرح في المسيح كان تقطر صحيح مرارة وألم هو بيحس بيها لكن تفوح برائحة الحب العجيبة لكل واحد فينا. Sie hat so ein schönes Geruch für والعود ده أيضا نبات عطري يسموه الألوس ويتميز بحاجة غريبة برضك هو طعمه مر لكن ليه رائحة رائعة لكن لو اللحاء بتاع هذه الشجرة جرح لو اتقشطت الشجرة كلها تموت وده اللي حصل للمسيح لما جرح على الصليب أسلم الروح والسليخة دي اللي هي القرفة سميها كاسيا باللغة العبرية أو اليونانية كاسيا والقرفة دي برضك عبارة عن نبات عطري شجرة يقشروا القشرة بتاعتها والقشرة بتاعتها دي لما واحد يجي ياكل القرفة كده برضك طعمها مر لكن ليها رائحة جميلة فداود كأنه شايف المسيح قال له هدومك كل ثيابك مر وميعة وسليخة خدوا بالكو مش المسيح هيترش عليه لا أو يحط عليه يعني مسحة أو عطر قال له كل ثيابك يعني هدومك كلها والثياب دي هي اللي بتلف الإنسان هتبقى ثلاث حاجات مر وميعة وسليخة ميعة دي اللي هي العود نبات العود الهدوم بتاعت المسيح المسيح اتلف في الكفن بتاعه ده هو طب عايز تقول ايه يا داود كان المر والميعة والسليخة دول يصنع منهم زيت المسحة المقدسة ربنا قال لموسى قل للهارون يعمل زيت مقدس والزيت المقدس ده محدش يقدر يعمل التركيبة بتاعته غير رئيس الكهنة وما يتحطش غير على خيمة الاجتماع خيمة الاجتماع دي مكان حضور الله مع الناس والأدوات اللي في خيمة الاجتماع ويتحط على الملك والكاهن فقط يعني ما حدش يقدر يعمله في بيته ما حدش يقدر يصنعه كده يقول لك ده عاجبني انا اعمله ده لا يوضع الا على المقدسات طب انت عايز تقول ايه يا داود شايف ايه يا داود قال هو ده الميرون اللي احنا خدنا منه من الحنوط اللي كانت على جسد المسيح وبقى كل انسان يقدس يقدس بزيت الميرون وسلم هذا السر داود لابنه سليمان سليمان في سفر نشيد الانشاد يلمح لنا برضك نبوة رائعة لما يجي يتكلم عن العروسة بتاعة العريس معروف ان العروسة هي كل نفس فينا الكنيسة كلها والعريس هو شخص المسيح
بيقول كده في سفر النشيد الإصحاح الرابع: أخت العروس جنة مغلقة عين مقفلة ينبوع مختوم. بقت مخصصة, مفيش حد يستخدمها تاني. أختي العروس دي كل نفس فينا. المسيح بيقول علينا كده: أختي العروس. بقينا مخصصين لي, وعشان نبقى مخصصين لي هيلبسنا ثيابه المر والنيعة والسليخة. عشان كده يقول: نردين كركم قطب الذريرة إرفة اللي هي السليخة مع كل عود اللبان اللي هو النيعة, مر وعود مع كل أنفس الأطياب. إذا كان المسيح جسده ده هو موضع حضور الله مع البشر زي خيمة الاجتماع, فالمسيح الدم اللي اتحط على جسده علشان يبقى كل نفس فينا موضع لحضور ربنا. ربنا يجي يسكن فينا. أنتم هياكل الله وروح الله ساكن فيكم. عشان كده بقينا مخصصين لي كل من دهن بالميرون. عشان كده ما ينفعش حد فينا يستهتر أو يتهاون أو يتساهل أو يهمل المعنى ده هو. فاحنا كده جايين النهاردة عشان نقول له: يا رب انت ادهنت بالحاجات دي وبقت ثيابك واديتها لنا. عشان كده ساعدنا يا رب ان احنا نكون لي. نحافظ على نفسينا ان احنا نكون مقدسين ليك. ويلمح ايضا سليمان في سفر نشيد الأناشيد تلك اللمحة الجميلة عن إيه الصليب وإيه معناه. فبيقول الملك سليمان: عمل لنفسه تختا من خشب لبنان. ملك سليمان ده رمز للمسيح, والمسيح عمل لنفسه تخت. تخت يعني عرش أو كنبة أو كرسي كبير, عمله من خشب أرز لبنان. والصليب ده هو خشب أرز لبنان. احنا ساعات كتيرة بنفتكر ان الرومان هم اللي عملوا الصليب للمسيح, او اليهود هم اللي عملوه, لكن في واقع الامر المسيح هو اللي صنع لنفسه هذا الصليب. ده هو جه مخصوص عشان يعمل الصليب ده لنفسه. فصنع لنفسه تختا من خشب لبنان, عمل أعمدته فضة. العمود أو الرجلين بتاعة التخت أو العرش بتاعه ده من الفضة, والفضة تملي إشارة إلى الفداء. عشان كده الله جالس على الفداء اللي صنعه للبشرية. وروافده ذهبا, المساند بتاعته من ذهب, والذهب تملي إشارة للحب الذي لا يتغير. فربنا مستند, يسند إيديه الاثنين على حبه الذي لا يتغير تجاه البشرية. ومقعده إرجوانا, الشلتة بتاعته من الإرجوان. الإرجوان ده اللي هو لون الأحمر, لون الدم اللي احنا كلنا بنقول المسيح تعب من سفك دمه, لكن في واقع الحال المسيح ارتاح. دي الشلتة بتاعته اللي بيقعد عليها, انه يقدم نفسه ويبذل ذاته
من أجل الآخرين من أجل كل العالم وسطه مرصوفا محبة من بنات أورشليم وإحنا بنات أورشليم هو عمل هذا العرش ومستني محبة بنات أورشليم بس عشان بنات أورشليم تقدر تحبه يقول لها كده اخرجنا يا بنات صهيون بيقول لنا نفس الكلمة اطلعوا بقى من اللي انتوا فيه شوية من النعسان والكسل والتعب والسرحان والتوهان والغل والغيظ والنجاسة والشهوة اللي احنا فيها خرجوا نخرج من اللي احنا فيه اخرجنا يا بنات صهيون نخرج نعمل ايه عشان ننظر انظرنا الملك سليمان تعالوا كلنا نشوف الملك سليمان الملك سليمان ده اللي هو König Salomon, wir haben schon gesagt, das ist ein Symbol für Jesus. Lass uns Jesus sehen. Was sollen wir in Jesus sehen? Er sagt, er ist Suleiman, damit mit ihm der gekrönt am Tag seiner Hochzeit. Am Tag seiner Freude. Was ist diese Krone? Diese Krone ist diese Krone, die Jesus auf dem Kreuz auch gekrönt hat. اللي طلع نتيجة لعنة الأرض بسبب خطيتي وخطيتك وأمه دي البشرية كلها البشرية كلها توجت الملك سليمان توجت المسيح بإكليل الشوك مين اللي يقدر وإحنا بنصلي وإحنا بنقول المزمور نشوف الملك سليمان والتاج الذي توجته به أمه كل البشرية اللي يقدر يشوف هذا التاج ويشوف لعنة خطيئتي في رأس المسيح هو اللي قلبه ينفتح بالحب لهذا الملك التاج الذي توجته به أمه في يوم عرسه ويوم عرسه ده هو يوم صليب يوم فرح المسيح هو الصليب يبدو أمنا أنه كان يوم حزن لكن في واقع الأمر هو ده يوم عرسه يوم اللي جه دفع فيه المهر لكل نفس فينا عشان يتحد بيها هي دي فرحته إن احنا نقبل ألامه من أجلنا وإن احنا نعيشها ونتمتع بيها وفي يوم فرح قلبه مين اللي يفرح قلب هذا المصلوب ويقول له أنا قبلت وصدقت وعشت هذا الحب عشان كده أشكرك عليه فرح قلبه مش بشوية الحاجات اللي بنعملها ادينا جينا وقعدنا وجبنا شوية ورد وحندفع معرفش ايه وحنقضي وقت لطيف مع لا مش ده فرح قلبه فرح قلبه هي ان كل نفس تدرك انه دفع هذا من اجلي ومن اجلك ربنا من اجل دائما